مساء جميل، مساء سعيد يحمل كل البهجة والجمال والسلطنة في قد المقام. وقد المقام بكون معاكم بسنت بكر كل جمعة وسبت من 12 ل2 بالليل. النهاردة هنتكلم عن يعني أنا مش عارفة أقدمها إزاي في تجربة حياتها ومنتجها لقد المقام. سيدة علمتنا يعني إيه فن راقي، يعني إيه فن فنانة بتحترم عقلية جمهورها. خلقت لنفسها مدرسة خاصة جدا في التمثيل وبقت نموذج ملهم لكل جيل جه بعدها، يعني مش بس في التمثيل، في الأخلاق وفي الإنسانية. فاتن حمامة ودعتنا من 6 سنين في يناير 2015. الحقيقة موهبة استثنائية، يعني قدرت من خلال مشوارها الفني الطويل تقدم شخصيات صعبة جدا وصادقة جدا. جسدت المرأة يا جماعة بكل أشكالها، وجسدت الفتاة الرومانسية والحلمة وسيدة القصر والمشاغبة والفلاحة والأرملة. أيقونة اجتمع فيها الجمال والموهبة. تتفرج على صورها لغاية دلوقتي، لو دخلت كده على صفحة الراديو على الفيسبوك وشفتوا صورها انت محتار تحط لها انهي صورة. ايه الجمال ده؟ انت ازاي كنت جميلة كده؟ ازاي كنت رقيقة كده؟ ازاي كنت هانم وراقية كده؟ البنات في الستينيات كانت بالنسبة لهم يعني نموذج يقلدوها في طريقة الكلام، والعقد اللوني الصغنن اللي ملبوس ازاي، والفستان الشيك الرقيق، والشنيون في الشعر عامل ازاي، ويعني حاجة كده عظيمة. عايزة اسألكم أكتر شخصية حبيت فيها فاتن حمامة. هل مثلا أمنة دعاء الكروان، نادية في فيلم لا أنام، منى في إمبراطورية ميم، أنا كده بذكركم وبفتكر معاكم، درية في فيلم أريد حلا، حميدة في صراع في المينا، طبعا سيدة القصر، طبعا كان اسمها سوسن، نوال انتي ست، فاكرين زكي رستم ما كان يشخط فيها يقول لها انتي ست مش عارفة عاملة ازاي، صدقيني يا نوال. شفتوا جمال فاتن حمامة وهي بتتكلم؟ قالت لك العمل الفني عمل جماعي، هي اتكلمت فيما يخصها في الفن. ما فيش عمل في الدنيا ناجح اللي ما يكون عمل جماعي. لما تيجي تسمع وتتفرج على حواراتها تجيب كده النوتة بتاعتك وتقعد تكتب وراها، يعني عارف اللي هو الفنان بأخلاقه والإنسان بأخلاقه كما ينبغي أن يكون. كل جملة مبدأ في الحياة ووجه نظر ودرس، يعني كل عمل فني تتعلم منه حاجة يعني راقية. لا تسمع عنها مثلا كده ولا شاعة ولا عملت ولا مش ممكن، يعني ولا تتكلم على حد ولا تشتغل بس ولا اتكلمنا ولا ما اتكلمناش. وعايز احكي لكم حكاية كده، هي تقول عن والدتها ان هي كانت يعني صارمة جدا معاها في التربية. فبتقول لك مرة كانت حكت مامتها، حكت ايه يعني، كان واحده صاحبه مامتها قاعده بيحكوا على واحده ثالثه، ففاتن صغيره تونه، فاتن صغيره عماله تسمع الكلام، فسمعت الكلام. ولما راحوا بقى للثالثه هي ومامتها في الزياره اللي كانوا بيتكلموا عليها، قامت قال لها يا طنط ده كانت ماما وصاحبتها بيقولوا عليكي 1 2 3 4. فبتقول لك مامتها عاقبتها بانها ما تاكلش معاهم عشان فتنت على السفرة أبدا، وتاخد يعني وتاكل بواقي الطعام، يعني تقول لك بواقي الأكل كنت أكله وفضلت معقباها بهذا الشكل عشان ما تروحش تنقل حتة، يعني كلام من لكلام لكلام. فهي حتى لما تيجي تتفرج على انترفيوهاتها تلاقي ما يسألوها عن حد ما تقوله مش عارفة أنا ما يعني. معنا تليفون أفتكر. ألو ألو. أيوة احلى صباح ودعم لبافه من الظهور للاعلاميه العظيمه بسنت بكر. حبيبتي كتر خيرك، العظمه لله، متشكره ليكي حبيبتي. مين؟ نوره مستمعتنا الجميله. نوره ويا نوره. فريد الأطرش غنالك. ميرسي. لا انا ما اقدرش على الدلع ده كله يا غسان. بتحبي ايه من شخصيات وافلام فاتن حمامه في ذكراها يناير؟ احنا بنحتفل. انا عايزه اقول لك انت لما عرضتي دلوقتي المقوله بتاعتها انا اولا دمعت حقيقي، يا ما شاء الله الله يرحمها، فنانه فعلا يقال عليها انها فعلا عظيمه جدا. وكل عمل فيه رساله، فيه رساله هادفه لكل الاعمار وكل الاجيال. يعني انا بحب لها فيلم اللي كان مع زكي، الفنان العظيم زكي رستم، نهر الحب.
وطريقة مسدود مم. جميل جدا طبعا، مم. دي رسالة. مم. ومسلسل ضمير أبلة حكمت طبعا ده يعني، حكاية ده لوحده، طبعا ده طبعا. حكاية ده لا يعني. يعني هقول لك ايه ولا ايه، لا لا لا، دي اعمالها كلها طبعا ليها رسالة ايه وهدف اكتر حقيقي. شخصية تحبي لو انتي مثلا يعني تقولي انا شبه فاتن حمامة في الفيلم ده؟ إمبراطورية مين؟ يا واد يا واد يا واد. شفتي طب ايه اكتر شفتي مشهد في امبراطورية ميم يا نورة بتحبيه قوي؟ اكتر مشهد هو، بصي هقول لك، لما راحت تعدي على المدرسه، هي عارفه ان هما مش مجتهدين يعني، هي عارفه، قالت لهم طب انا هروح المدرسه تانية وارجع لكم، تكونوا عارفه تكونوا جهزتوا نفسكم او كده، بس هي عارفه في قرايه نفسها ان هما مجتهدين، بس ادت لهم فرصه. ده مشهد عجبني جدا بتتعامل مع يعني، ومشهدها مع ابنها الصغير هشام سليم لما طبعا، مشهد قالت له اسطوره يعني ما تبقاش خسران لما عرفت انه بيشرب سجاير، فبتقول له انت تشرب بالظبط. سجاير، فقالت له ما وشيكي تبقاش بتشرب كتاب، سجاير، وكمان يعني بتعمل حاجتين فاختار خلاص يعني اعمل حاجة ومشهد واحدة. الكتاب مع بنوتتها برضو لما قالت احنا نبقى اصحاب يعني. لا عارفة انسانه عموما، تعرفي الفيلم ده قصة مين يا نورة؟ قصه الاحتمال بالقدوم. برافو برافو، اسقف شفتي؟ انا سقفت لا انا عليها في الفن ما قلتيش، لا لا انت مية عارفه اني مية. فنانه، فنانه بتكلمك يعني. نورتيني يا نورة، نورتيني في ميرسي يا قد المقام روحي، حبيبتي، ميرسي يا مونسانا بصوتك حبيبتي، الجميل. ميرسي يا حبيبتي، باي 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 يا حبيبتي باي. باي. وعن الأيقونة الأسطورة سيدة الشاشة العربية بلا منازع، اللقب اللي ضايق منها زملائها وناس كتيرة كانوا غيرانين من اللقب ده وقال لك يعني هي سيدة الشاشة العربية، طب احنا يعني بنشتغل ايه؟ شوفوا لما سألوها عن زمايلها قالت لهم كل واحدة في نوعها، مفيش حد أكتر من حد ومفيش حد أحسن من حد، يعني نجيب الريحاني مثلا نجم كوميديا، لكن ما ينفعش أقول إن ده شبه ده، ده اسمه كذا وده اسمه كذا وده موهي، يعني مش ممكن الدبلوماسية والرقي في الردود على الأسئلة وعن زمايلها. لما تدور كده في تجربة فاتن حمامة، مش بس الفنية، هي أخلاقها ربطتنا إحنا كمصريين بيها، لأن إحنا بنحس بالحلو، بنحس بالاحترام، بنحس بنصدق ده صادق ولا كذاب. علشان كده لما تطلع تعمل أمنة في دعاء الكروان تصدقها، لما تعمل نوال في نهر الحب تصدقها، لما تعمل ليلى في الباب المفتوح تصدقها. يعني أكتر شخصية قدمتها فاتن حمامة بتحبها وتفتكرها هلها ايه؟ الحقيقة فترات كبيرة، ويمكن لغاية دلوقتي أيقونة جمال. يعني ما تيجي تسأل حد يقولك تقول له مثلا مين فتاة أحلامك، يقولك فاتن حمامة وسعاد حسني، يعني ما بيروحش بعيد عن الاسمين. فحتى في الحوار اللي احنا سمعناه لفاتن حمامة سألوها عن سعاد حسني قالت لهم من أجمل الوشوش اللي طلعت على الشاشة، وليها طلة وليها وليها، هي عندهاش غضاضة، هي ست بتشتغل بس، بنت المنصورة جميلة. أشوف بعد إذنكم الرسائل. أستاذنا حازم شفيق بيقول أنا بحب لها صراع في المينا وأفواه وأرانب ولا أنام والحرام. أفواه وأرانب يمكن ناس كتير قعدوا يقولوا يعني ملامحها الارستقراطيك يعني وكده، يعني ما كانتش لايقة، لكن بالعكس هي قدمت أفواه وأرانب كما ينبغي أن يكون. ده عندها جمل في الفيلم ده يعني كوتس كده تاخدها كده تتوارثها الأجيال. فرح سليمان الجمال والرقة وكل حاجة جميلة هي فاتن حمامة. هبة مرسي اختارت بتحب لها يعني أمنة دعاء الكروان، ونادية في لا أنام كان اسمها نادية لطفي، وده الاسم اللي خدته بعد كده نادية لطفي اللي هي بولا الأستاذة نادية لطفي كاسم شهرة. أمال عويضة من جنيف بتقول أنا بحب لها قوي نهر الحب. سعاد نصر ضحكتها كالفرح المنصوب شراعا فوق الخلجان. سمراء النيل فاتن حمامة وملكة الشاشة العربية. هي طبعا التعليق رائع يا سعاد، بس يا سمراء النيل هو لقب الأستاذة كبيرة مديحة يسري، لكن فاتن حمامة هي سيدة الشاشة العربية. لو انت حابة تحط لها ألقاب تاني واي نوت لي لا. هند يوسف الصديق اي حلوة، الحلوة دي حلوة الحلوين حبيبتي فاتن حمامة. الحقيقة يعني انت تحس ان هي قريبتك بشكل ما، بتعبر عن اللي جواك. يعني حتى بنات كتير يقول لك انا كنت بشوف نفسي في ليلى في الباب المفتوح، كنت بشوف نفسي في
وهي بترد على فريد الأطرش ويعني وبتحبه كده مش عارفة ايه في الفيلم لما غنى لها جميل جمال لما قالت قالوا احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة. بالمناسبة عايزة اهني كل اللي عيدهم ميلاد اعياد ميلادهم النهاردة وفي شهر يناير. كنوز بهنيكي محمد عبده, كنوز محمد عبده بهنيكي ومساء الفل يا محمد. واحد 99 رقم الرسائل واتنين 18 10 866 رقم التليفون وصفحتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام اسمها الراديو 90 90. سيبولي تعليقاتكم وإهداءاتكم من الأغاني لحبايبكم علشان نسمعها ونتونس بيها كده مع بعض. حلقتنا النهاردة بقد المقام عن فاتن حمامة بمناسبة ذكراها, يعني الواحد عاش عمر معاها حتى يعني وانت كبير كده ترجع لأفلامها الأبيض والأسود وتستمتع ببرائتها وفنها وقدرتها على توصيل الدور. مش ممكن أبدا وانت بتتفرج على أمنة في دعاء الكروان تقول تفتكر ثانية ان دي فاتن حمامة, ان دي مش أمنة الصعيدية اللي بتاخد طار أختها هنادي اللي اتقتلت بسبب الباشمهندس. يعني الحقيقة طه حسين أبكى فاتن حمامة لما قالوا هنجيب فاتن حمامة تمثل الدور, فراحت قابلته قال لها وانتي بقى اللي هتمثلي دور أمنة يعني بشيء من السخرية, فبكت وهي ماشية من عنده وقالت طيب انت جبتوني ليه لما هو طه حسين يعني أو دكتور طه حسين مش عايزني في فيلم دعاء الكروان ومش مقتنع ان انا اقدر اعمل دور أمنة, فخلاص يعني فالمخرج أصر عليها وعملت الفيلم. وفي افتتاح الفيلم دكتور طه حسين أشاد بيها وقال لها أنا الحقيقة يعني أنا سامع حتى نفسك في المشاهد وكأنها أمنة اللي أنا كتبتها في دعاء الكروان وكأن شفت شخصيتي لحم ودم هذه الرقية بنت المنصورة. بسلم على منيرة الشناوي بنت المنصورة كمان اللي كتبلنا فاتن حماة بنت المنصورة الرقية. إيسار كريم بتحبلها الباب المفتوح والطريق المسدود وشيء في حياتي. لبنى الفقي الله عليك يا أحلى بسنت الخيط الرفيع بحبه قوي. وامبراطورية ميم سيدة القصر موعد غرام مع حليم وأيامنا الحلوة. الحقيقة كمان مين نشوف كده تعليقات الفيسبوك. أكاونت اسمه فيلسوف قتلته الظروف. طب يعني طب ساعتها أنا أعمل إيه؟ يعني أنت لما يبقى اسمك فيلسوف قتلته الظروف يعني أنا قتلني كده الابتسام من الاسم. أنتوا ليه بتعملوا أسماء كده على الفيسبوك؟ ثواني كده عشان الصفحة راحت من قدام عيني. دكتور عبد العال دياب بسلم عليك. ايوه فيلسوف قتلته الظروف بيقول مساء الخير يا سينيوريتا بسنت ان شاء الله حلقه جميله. بصوا عندنا كده مفردات ايطالي في اللغه عندنا يعني عملنا كده. جاي لي من على الواتساب من يومين كده يقول لك ايه لكشني اللي هو بعت لي لوكيشن, قلت لكشني ده المجمع اللغه العربيه هيقتلنا كلنا كده جماعه. فرح سليمان مساء الفل عليك حبيبتي. هيا خالد يومنا ازيك مساء الجمال والفن الراقي. مين كمان فرح سليمان عايز تسمع نجاة عيش معايا. حاضر بس يعني خلوني اقول لكم انه فاتن حمامة احنا شفناها وهي طفلة صغيرة جدا وهي حبت السينما جدا من وهي عندها يمكن 6 سنين وبتحكي ان هي كانت راحت مع مامتها وباباها يحضروا فيلم في احدى دور العرض وكانت اسيا داغرة المنتجة والممثلة بتلعب دور البطولة في الفيلم المعروض. وبعد كده لما الفيلم خلص وبدأ بقى الجمهور في السينما يسقف ان الفيلم يعني جميل والاسيا داغر قامت قايمه فاتن حمامه وطفله بقى زقرده قد كده فضلت تحيي الجمهور, فاللي هو كان يعني الناس بيسقفوا لها هي, فهي حاسه بذاتها وهي تحكي ان مامتها كانت بتتعامل معاها على انها اجمل طفله في العالم. والحقيقه يعني انت فعلا لما بتعامل الطفل على انه جامد وكبير وقمر وتلاقيه سوي وجميل وحاسس بذاته مش مغرور ولا اناني ولا حاجه لكن يحس بذاته, يعني مفيش داعي نعمل مع العيال حاجه
انت مش عارفه ايه، انت ايه، انت ايه، يعني بالطريقه الغير مباشره نحسسهم انهم اجمل اطفال العالم. يعني اشتغلت مع المخرج محمد كريم اللي كان بيدور على طفله تقوم بالتمثيل مع الموسيقار عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد. وفي كواليس الفيلم بتحكي بتقول انها يعني زعقت في عبد الوهاب كذا مره، يعني كان بيضحك لما هي بتيجي تتكلم فيضحك جدا، فقالت له لا كفايه ضحك عيب كده، تخيل بقى وهي قد كده شبر ونص وتقول له بطل بقى مش عارفه ايه، وبعدين قعد يضحك يضحك يضحك، فغضبت جدا فقامت رافعه صباعها الصغير كده في الهواء وقالت له يعني بصوت عالي جدا انت هتشتغل كويس ولا نجيب غيرك، مش ممكن يعني الكتكوت الفصيح يعني مش معقول كده. بتحبوا ايه من افلام فاتن حمامه ومؤثر؟ سامعين بتقول ايه لما عبد الوهاب عرف ان عبد الحليم مات، اللي هو عنده رفض، فاللي هو استغفر الله العظيم طبعا، يعني معلي صوت عبد الحليم واغانيه في البيت على اخر حاجه وخسرت الطرب. والله صدقت يا استاذ محمد عبد الوهاب، يعني خسرت الطرب يعني بفقدان عبد الحليم حافظ. لغايه النهارده عبد الحليم حافظ بيتسمع وترند بلغه السوشيال ميديا. ام كلثوم لسه النهارده حفلاتها بتجيب الاف الجنيهات التذاكر بارقام خرافيه، ناس منتجهم قد المقام. النهارده في هو برنامج بيتكلم عن الاساطير دول، لما تتكلم على فاتن حمامه تلاقي كميه الاس ام اس وكميه الرسايل يعني قبل ما نسمع صوت الجميله فاتن حمامه وهي بتتكلم عن وفاه عبد الحليم، سمعنا تتر ضمير ابله حكمت. افتكر كان في جمله كانت معلقه معايا انا شخصيا، يعني كانت هي تقول للناس في المدرسه اللي هم يعني زمايلها، تقول له اهم حاجه في المدرسه المدرس نفسه اللي بيربي، اهم من البنى والملاعب ومن الفصول نفسيه الاستاذ. الحقيقه المسلسل ده من الحاجات اللي انت تجيبها كده تقعد تفرغها بخط ايدك وتعمل لنفسك هوامش كدروس في الحياة، ايه المفروض وايه مش المفروض، والمفروض انه ومش المفروض انه. معظم عملها كده، حتى لما قدمت فيلم نهر الحب وان هي يعني زوجة لراجل كبير زكي رستم، لظروف طبعا مادية اضطرت انها تتجوز راجل كبير وغني، وبعدين عرفت خالد اللي هو عمر الشريف. القصة بالمناسبة هي مش قصة مصرية، مقتبسة من أنا كارينينا للكاتب الروسي ليو تولستوي، واللي اقتبسها المخرج عز الدين ذوالفقار ومصرها، وطبعا النهايات اختلفت بأنه فاتن حمامة أو نوال بطلة القصة القطر يعني خلص المأساة، يعني ريحها بقى من عذاب الضمير، لأن هي ما تنفعش يعني تبقى زوجة خاينة ضميرها برضو يعني في حتة تانية. فاتن حمامة من الممثلات اللي تغني لهم كتير، يعني اول حد غنى لها كان عبد الوهاب بالمناسبه، غنى لها طول عمري عايش لوحدي في فيلم يوم سعيد. عبد الحليم كمان وكان صديقها جدا غنى لها كتير، يعني غنى لها كان فيلم ايامنا الحلوه افتكر غنى لها الحلوه حياتي وروحي واقول له ايه وليه تشغل بالك وهي دي فرحه الدنيا، هي دي هي فرحه الدنيا، دق يا قلبي او مش عارفه ايه وغني عنايا ويا قلبي خبي ليبان عليا ويشوف حبيبي دموع عنايا. ما هي بقى ما حبيتوش حبه عمر الشريف في ايامنا الحلوه، وفي الاخر برضو يعني علشان يعني القصه ما تزعلش الناس لان كلنا حبينا عبد الحليم واحمد رمزي وعمر الشريف وزينات صدقي كمان صاحبه البيت اللي كانوا ساكنين فيه في فيلم ايامنا الحلوه. كمان يعني اختاروا لنا يعني نهايه اللي هي لا بتاعت هنا ولا بتاعت هنا ولا بتاعت هنا ومشيت في اخر الفيلم. زمن الحقيقه لما تدور فيه انت نفسك تحس ان انت بتتعلم.